شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية. وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع تنفيذ طلعات جوية لاستطلاع وتأمين ومعاونة دعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم. تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة مدفعية وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها. بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإغارة والإبرار لتدمير الأهداف المكتشفة. ظهر خلال المشروع المهارات الميدانية والقتالية العالية والقدرة على إدارة أعمال القتال في العمق وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية. وفي ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة تقدم رسالة طمأنينة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم، موضحا أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها لتعظيم الاستفادة منها بالإمكانيات المتاحة. وقدم القائد العام الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من جهود لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة التي تستهدف الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. شكر لجميع رجال القوات المسلحة على الجهد المبذول، تحمل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وأنا هنا بتكلم في خلال هذه المرحلة بالذات. رسالة اطمئنان للشعب المصري على قوات المسلحة، البلد في إيد أمينة، إحنا بنستثمر جميع إمكانياتنا الموجودة داخل القوات المسلحة في تطويرها والرفع من كفاءتها
واستغلال مراكز البحوث وإدارة البحوث الفنية في تطوير هذه المعدات، مؤكدا على أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري، مشددا على الدور الهام والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيدا بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع، والذي عكس قدرة وجاهزية الجيش الثاني الميداني الذي يمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.